يتردد الزبائن من أهالي العاصمة اللبنانية بيروت وسفراء الدول الأخرى طبعاً والزوار إلى صالون العم خليل للحلاقة، ويقدم الصالون للزبائن خدمة الحلاقة المحلية من قص وتصفيف الشعر بطرق تقليدية وأيضاً حديثة. ونظراً لقدم محل خليل أو بما يعرف بمايك صالون خليل، أصبح اليوم بمثابة أحد أبرز معالم العاصمة اللبنانية في المنطقة، لا سيما أنه موقع لجذب الأنظار ومحط اهتمام الزبائن من العرب والأجانب منذ خمسينات القرن الماضي ولغاية يومنا هذا.